يدو سومالي لان قودهان بددك كوسوغان اي وقت حادر كان الى دالا دعايا نبار باحالو غلافتي داد يدون يبا يسحر برار سامينكو كاني معيشد اي قودين ايين وحيسك سو دبار دعايا تاني يماركي مدحويني احمد محمد محمود سيلايو دالك انجريس كو تغي فسحي سيسان الله اها كنا سو قاتي هالكاسي مدسة دحتو دبادا وزيرت ربادان او كاترسان حكومة ديسا اينا دالحيسي او قد بابحان ودامد ديبادا كغنا مشغولان شقادي ومدان الى دالا دعايا سابارتا يسحر برركا مساردهي الوحل ساريهين كوها ونيا وحشاقاهي نكسعون وزيرادة نترادة بادان اي كسي قلقل اي ودامادة ديبادة وحاو قدن بيي وفتيو هو قامين اي مدحوين كوحيقين كسومالي لان عبد الرحمن عبد الله اسماعيل السيلعي يرحان وزيرا يوغون اوغو بحي مقالادة دوباي اي دالك اماراتك عربتا يدون اي لا اي هادة لقرنين سبب تردبتا اي كانت اي سعودال كاسي بل سينتيان اي كدو فين مدار كاير جيسا وحسفر كاسيكا اللي عبد الرحمن عبد الله اسماعيل السيلعي ولو ان هاد الكيسة لقردي هانين استار موچين اي سوچيتك قودة سعودال alka waftigaasi kuna soo ururiyay oo kaliya inay u baxayaan shaqo qaran kale adarkaysan oo waftigaadu balaadhana waxaan baahan shaqo qaran oo aan socono dalka imaara isku tagay imaaraadka carabka carabta oo insha Allah ku maqan doono da kooban oo ku soo fiin doono hal qaran kaliya kuma ay ka xukuumadda Soomaaliya socdaalkani tamashleynta ay iswaydweydaaranayaan masuuliyiintu balse waxa ku weheliyay gudoomiyasha saddexda xisbi qaran ee dalka Muuse Biixi Cabdi gudoomiyaha xisbiga Qulbiye waxa uu dhawaanahanba socdaal ku mariyay wadabada dibadda iminkana isagoo ku sugan magaalada Nairobi ee dalka Kenya Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Ciro gudoomiyaha xisbiga Wadani isna waxa uu toddobaadkan gudiisa ugu baxay safar dalka UK سفر كاسيون لغيرنين وچهد كاقود او بحي قدوميه انجنير فايسال علي ورابي قدوميه احس بقوعد اساقونا وحا وقيبكا يهي سعودا لادا مسوليين تاسي اساقونا خصوان دالك يوكي إلا اياهاد دماع دو چهد دا قود مسوليين تاوغو سرسر اياد دالكاني او اه مرشحين تاسدح دا حس بقران عود كاسوغ اياد دادكاني خصوان مرحالة دا نفوه دو قرين غير كاكو چيرتو يا حكومة دا ابارتا ياسحر بارركونا وحي نوغدين مدا يلا ولا لوبان شعبكا خصوان ديگان دك kala duwana dalka waxana ilaa iyo hadda iska soo daba dhacaya dhimashada dadka ay saameysay abaartu way laga soo sheegay deegaanada qaar waxa jiruus Cabdullaahi Ismaaciil Beershiya telefishanka caalamiga ee Somali Cable Hargeysa.